تحية طيبة للجميع. أنا جيت سعيد اليوم أنني نشارك معكم الحصيلة ديال أنشطة ديال مشروع حق ولوج أطفال التعليم الأول المسؤولية المشتركة، اللي تهدف لتعزيز حق ولوج أطفال التعليم الأولي في المناطق الشاب جهة نملة بنفرة. إذا غنقدم لكم حصيلة ديال أنشطة جمعية الانطلاقة في المشروع. هذا المشروع يمتد على ثلاث سنوات، كانت البداية ديالو الفعلية سنة 2020. بالنسبة للنشاط الأول، كانت فيه استفدت 30 مربية من 12 حصة تكوينية لفائدة 30 مربية. كان هذا النشاط هو عبارة عن مجموعة من التكاوين يستفدوا منها مجموعة من المربيات العاملات في مجال التعليم الأولي جهة نملة خنيطرة، اللي صراحة اللي طورنا معاهم جميع المهارات الحياتية ديالهم، سواء الحياتية ولا العملية ديالهم. بالنسبة للنشاط الثاني، كان هو 8 حصص تكوينية بفائدة 30 جمعية محلية، كذلك تشتغل في مجال التعليم الأولي بجهة نملة خنيطرة. بالنسبة للنشاط الثالث هو ندوة مع المجالس المنتخبة. بالنسبة كما يعلم الجميع أن سنة 2020 كانت فيها جائحة الكورونا، واضطرت جمعيات الانطلاقة أنها تأدبطي كما تنقولوا الوسائل ديالها باش تنفذ المشروع وما تخليش وقف وما تضيعش الوقت الزمني ديالها. نستدعو بعض الصور الأنشطة اللي قامت بها الجمعية في سنة 2020. حصص تكوين الفائدة المربية الجمعية كانت في مقر جمعية الانطلاقة أفوراد، مركز تقوية قدرات الشباب أفوراد، كذلك الندوة الأولى. بالنسبة للسنة ديال 2021، كان النشاط الأول واستفادة 30 مربية جديدة من 6 حصص تكوينية لفائدة ديال هذه المربيات. طبعا كان النجاح ديال الدورات التكوينية الأولى مع الفوز الأول من المربيات، كذلك مر 6 حصص تكوينية الفوز الثاني ديال المربيات مرتوى بشكل رائع، للأسف ما قدروش يحضروا معنا. بغيناهم يعبروا على التجربة ديالهم مع الجمعية في الدورات التكوينية اللي استفدوا منها، لكن قطع عليهم الحضور. بالنسبة للنشاط الثاني، هو كان 4 حصص تكوينية لفائدة 30 جمعية محلية، نفس الجمعيات اللي بداو معنا في 2020. كان هاد 4 حصص تكوينية كان هو مسار تكميلي للأنشطة اللي كانوا معنا السي حميد في هاد الدورة. بالنسبة للنشاط الثالث، اللي كانت ندوة مع المجالس كذلك المنتخبة بحال هاد الندوة اللي حنا فيها اليوم. هادو بعض الصور الندوة وكذلك الأنشطة اللي قامت فيها الجمعية. بالنسبة للدورة التكوينية المربيات، كانت مركز تقوية قدرات الشباب أفوراد، الدورة التكوينية ديال فائدة الجمعيات كانت فندق الشمس بالويدان، وبالنسبة للندوة كانت مركز تقوية قدرات الشباب. بالنسبة للأنشطة ديال سنة 2022، السنة الحالية اللي حنا فيها، عندنا النشاط الثالث هو ندوتان ولقاءات مع المجالس المنتخبة. كانت الندوة الأولى في شهر 7 على ما أعتقد، والندوة الثانية هي الندوة الحالية اللي إحنا فيها. النشاط الأخير في المشروع هو كان استفادة 7 تعاونيات جات من نار خنيطرة من منحة مالية قدمها المشروع لتعزيز قدراتهم في هذا الإطار. كما تنعرفوا أن الجائحة جات ووقفت مجموعة من الأنشطة، منهم أنشطة ديال التعاونيات العاملة في مجال التعليم الأولي اللي تضروا بزاف، والمشروع قدم لهم واحد المنحة لتعزيز القدرات ديالهم، ولا يعاودوا كما تنقولوا يديروا لي ديمارش باش أنهم يخدموا ويأدبتوا الأنشطة ديالهم. إذا هذه الحصيلة ديال أنشطة جمعية الانطلاقة في المشروع التي امتدت على مدى 3 سنوات. شكرا لكم على بعد بعض الصور الأنشطة لجمعية الانطلاقة.
شكرا لكم على حسن الاستماع، وعمر الكلمه للسي حميد السعداوي. شكرا السي زكريا على المذكره ديالك التي همت يعني تقديم حصيله الانشطه ديال المشروع انطلاقه الثلاث سنوات. لا يفوتني يعني قبل ان ننتقل الى الفقره المواليه، لا يفوتني ان اشكر باسمكم كل واحد باسمي وبصفته جميع الشركاء ديالنا، وايضا رؤساء وممثلي الجامعه الحاضره في هذا اللقاء، وايضا اطر هيئه الاداره التربويه المشاركين في هذه الورشه، وايضا اطر هيئه المراقبه التربويه الذين حضروا في هذه الندوه الجهويه، وايضا ممثلي المناظر الاعلاميه المحليه والجهويه، وايضا اصدقاؤنا وزملاؤنا وزميلاتنا ممثلات ممثلي جمعيات المجتمع المدني في الحاضنه في هذه الندوه الجهويه، وايضا نرحب باسمكم بممثلات جهه نمنه خنيفرة الاستاذه فاطمه كريم اللي الحضور ديالها تيشرفنا بزاف، وايضا من بعد غادي نساعدكم للحضور.